نعم طبعا اليوم شاركنا نحن من مركز محمد بن راشد الفضاء بجلسة مع رائد الفضاء أول رائد فضاء عربي سمو الأمير سلطان بن سلمان، وأيضا جلسة ثانية شاركنا فيها من خلال هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وسلطان نيادي، وكنا نتكلم من خلال الجلسة هذه عن أول شيء الإحساس في الفضاء وشو الشخص لازم يسوي على أساس أن يقدر يوصل للمرتبات هاي على أساس أن يوصل إلى الفضاء. الطلاب اليوم طبعا نحن حابين نوصلهم الفكرة أن لازم يركزون طبعا على دراساتهم المختلفة، يركزون على الدراسات العلمية، أيضا بر الوالدين، يسمعون كلام المدرسين، هاي أشياء مهمة في مرحلة التأسيس على أساس أن توصلهم إلى الطموح والأهداف الكبيرة الطموحة.